السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة المستوى الرابع دكتوراه تخصص موارد بشرية في محاضرة جديدة من محاضراتنا في إدارة الموارد البشرية الدولية. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن موضوع من أهم النقاط في إدارة الموارد البشرية خاصة الدولية، وهو التكيف الثقافي للمديرين الدوليين. طبعا زي ما شفنا في المحاضرات اللي فاتت ان المدير الدولي هو يعني قيمة كبيرة للمنظمة التي يعمل فيها، فهو يحمل هذه المنظمة الكثير والكثير من التكلفة، ومن ثم بتحاول هذه المنظمات الحفاظ على هؤلاء المديرين الدوليين إلى أطول مدة ممكن لعدة أسباب. واحد، لأن هؤلاء المديرين بيكونوا يعني مهارات نادرة، فبتحاول المنظمات الحفاظ عليهم. تاني حاجة، إن هذه المنظمات تكلفت الكثير في سبيل إعداد هؤلاء المديرين، وبالتالي بتحاول تحافظ عليهم لتحقيق يعني أقصى عائد من هذه الاستثمارات فيهم. كمان من خلال العديد من الدراسات التي أجريت على الشركات متعددة الجنسيات أو الشركات الدولية، اتضح أن أهم عامل من عوامل عدم كفاءة ونجاح المديرين الدوليين هو عدم قدرتهم على التكيف في الدول الخارجية والدول المضيفة، وبالتالي أصبح موضوع التكيف الثقافي من أهم العوامل التي تشغل بال جميع الشركات الدولية. ومن ثم من الطبيعي أن يكون التكيف الثقافي للمديرين من أهم عوامل اختيار هؤلاء المديرين، بمعنى أن يتم اختيار المدير القادر على التكيف مع الثقافات ومع البلاد المختلفة. ونتيجة لهذه الأهمية طرح هذا السؤال على مجموعة من القادة أو المديرين داخل أمريكا، وكانت إجابتهم أن أهم ثلاث عوامل يجب أن يراعى في اختيار المدير الدولي هم بالترتيب: مدى استقلالية الشخص وقدرته على إحراز نتائج بإمكانيات محدودة، يعني القدرة على التعامل مع كافة الإمكانيات والإنجاز بكفاءة وفاعلية. 2، الإخلاص للشركة الأم. 3، المعرفة الفنية بطبيعة العمل الذي سيسند إليه. والحقيقة إن هنلاقي إن هذه الإجابات هتختلف عندما طرح نفس السؤال لمجموعة من المديرين ولكن خارج أمريكا كما سنراه تباعاً. فعندما طرح هذا السؤال على مجموعة من المسؤولين الدوليين ولكن خارج أمريكا، اختلفت إجابتهم بشكل جوهري كما يلي. كانت إجابتهم بالترتيب: 1، رأي الزوجة في مدى قبول الوظيفة من عدمها. 2، الإخلاص للشركة الأم. 3، القدرة على التكيف الثقافي. وطبعاً من الواضح أن قضية التكيف الثقافي هي قضية من أهم القضايا التي تشغل الشركات الدولية، لأنه طبعا ده بيتوقف عليه النجاح في مختلف الوظائف وفي تحقيق الهدف العام، سواء لإدارة الموارد البشرية أو للمنظمة ككل. من الواضح طبعاً أن إدارة الموارد البشرية خاصة في الشركات الدولية بتواجه بالعديد من التحديات، سواء التحديات من الشركة نفسها أو التحديات من المديرين. وطبعاً لمواجهة هذه التحديات
بتحاول إدارة الموارد البشرية وضع استراتيجية لمواجهة هذه التحديات، منها زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من حيث المعارف والقدرات والمهارات لتكوين قوة عمل تنافسية قادرة على مواجهة العمل في مختلف الدول ولديها الإمكانيات والقدرات التي تؤهلها للعمل في أي دولة. 2- المحافظة على العاملين من ذوي الخبرات والمعارف، حيث أنهم هم العامل أو الميزة التنافسية لهذه الشركة. تشجيع العاملين على المساهمة وتبادل المعارف والخبرات والعمل في جماعات والعمل وقبول الآخر، دي يعني نقطة مهمة جدا لازم تهتم بها إدارة الموارد البشرية، وهي التعامل مع الغير وقبول الغير، بمعنى تهيئة العاملين لديها، ترسيخ ثقافة العمل الجماعي وقبول الرأي الآخر وقبول الغير مهما اختلف هذا الغير عني في العادات أو التقاليد أو الثقافة. وده بيؤهل هؤلاء المديرين للعمل في أي منطقة وفي أي دولة ومع أي مجموعة من العاملين. وفي الحقيقة ده بيخلق، الكلام اللي احنا قلناه ده كله بيخلق تحدي جديد أمام الشركات الدولية، وهو كيف تحصل على المديرين ذوي المواهب والقدرات، مش بس كده، وكمان ازاي تقدر ان هي تحافظ عليهم.